ندى طبعا والدك الله يرحمه وفق لله، عم زوزة هو كان فاتح البيت عندكو لكل الأطفال من مرضى السرطان. كلمينا شوية على القصة دي وبدأت إزاي؟ القصة دي بدأت مع بابا في 2017، كان في شهر 3. كان المكان اللي فيه الدار ده مكان شغل بابا برضه، وهو كان قاعد فيه متربي فيه. جه بقى فترة كده، فترة يعني وجود المستشفى، بدأت الناس اللي بتيجي من الأقاليم وكده مغتربين، فبقوا يناموا في الشوارع، وكانوا بيأجروا من حوالي الناس اللي هي بتكون يعني معاها فلوس بتأجر، بس كانت ساعتها بتأجر بمبالغ كبيرة، يعني حتى لو معاهم فلوس فهي هتخلص. وكان الناس اللي هي يعني محدود الحق المحدود الدخل دي كانت بتنام في الشارع، وكانوا بيقعدوا كتير، لأن من بداية رحلة العلاج فهي بتقعد كتير جدا، بتقعد شهور وسنين، يعني مش بتقعد مثلا أسبوع أو أسبوعين، لا ده بيقعد كتير قوي. فكان دايما وهو قاعد كان الناس تيجي تسأله عن مكان، هو مثلا طب سكن، طب مكان ننام فيه، طب في اي مكان هنا حد يستضيفنا وكده. فجه بابا الوقت ده الفكره دي ان هو ياخد، كان ياجر الشقه دي، هي اجار قديم، اخدها وراح حط فيها 7 سراير ووضبها، وجاب فيها كل حاجه، الاجهزه بالتجهيز، بالغساله، بالثلاجه، عشان تبقى عشان اي حد هي غيرها تبقى يعيش سكن ان شاء الله. كامل، والبطاطين وكده وكل حاجه، لحد بقى ما واحده واحده لحد ما المكان اتعرف. فضل كان يعني بالظبط بالظبط الدور اتفتح من 16/3/2017 لحد وقتنا هذا، ما حتى بعد وفاته انت حتى مكملة بعد ما شاء وفاته. بقى الله، انا دلوقتي بابا يوم 26/1 هيبقى بقاله سنة بالظبط، الله يرحمه يا رب ويرحمه يعني يا رب. الحمد لله الحمد لله الدار ما وقفش ولا يوم، الدار زي ما هو شغال، الحالات بتتردد علينا، بل بالعكس الدار اتعرف من بعد بابا، وبقى ناس جديدة لأول مرة يجوا الدار أصلا، كانوا بيبقوا موجودين بيتلقوا العلاج بقالهم سنين، بس ما يعرفوش إن في دار أصلا مجاني جنب المستشفى، فبدأوا إن هم يجوا دلوقتي اللي هو بناء على الإعلانات وإن بابا اتعرف وكده، فبدأوا إن هم اللي هم الأطفال مرضى السرطان.